تمام ولك الحمد. أعطاني الطبيب بتاعهم، كملتها درت كونترول، قال لي كل شيء مزيان. أي والله هم لك الحمد. سمعت على واحد العشبة سميتها مليليسا، قالوا لي مزيان شربيها ما تخليش الفيبرون يعاود يرجع. نعم نعم. ما قدرتش نديرها، سنقد الرأي ديالكم. فأكيد فأكيد أختي سميرة، بعد الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. والحمد لله ونشكره أن منين درتي التحاليل لقيتي بأنه هو حميد، مع يعني بنا ماشي مالا. ف اش غنقول لك انا دابا عاد هضرت مليلي صعبتي اتي مليسا او مليلي صاف على حسب المناطق كيفاش كيقولوا ليها، هي عشبه حاره بعدا ياك، والا خديتيها واحد المده وخاصه واحد المده طويله غادي يوقع لك شنو؟ يوقع لك مشاكل في النبوله ديالك، لانها كتمشي المسالك البوليه وبحال النبوله ما كتبقاش كتخليها كتشتغل بطريقه طبيعيه. ردي البال هذه المساله هذه، لانها فيها مواد كترخي العضلات، وان هنالك مواد طبيعيه كتحيد الولسيس او مواد طبيعيه ما كتخليش الولسيس يبانوا، فهذه مساله مغلوطه لانها مساله هرمونيه. مساله اخرى انه هو كان حميد، يعني خوي راسك من اي حاجه غادي تبرصتك، لان الحمد لله تحيد وتداوى وراه ان شاء الله ما باقيش غادي يرجع صافي، لان الكونترول وكيرجع وكيدار علاش؟ على اللي كيكونوا خبيتين، اللي كيكونوا لا قدر الله فيهم سرطان كيتقلبوا، وهذا ماشي دليل انهم راه كاين مرض ولا غير رجع، لا كيبقى كيدار غير واحد الكونترول من باب الاحتياط. فالله يجزيكم بخير، خطيو هاد الاعشاب اللي غنبقاو نستعملوها غير هكاك صافي، اي حاجه ضرتني وخاصه هادشي اللي صعيب، هادشي اللي ما معاش تفليه صافي سير غادي ندور انا للعشوب، لحقاش انا الدوايات انا راه قهروني ولا ما نقدرش ندير، لا بالعكس، لان الا كاين بعض الاعشاب الا خديتوهم ها انت كان عندك حميد، يقدر لا قدر الله كون خديتي الاعشاب يتحول لك الخبيث صافي. تفهمنا اختي؟ الله يبارك فيك. الحمد لله على سلامتك، الله يجعلو حس خفيف اخت سميره، تهلا بزاف في راسك. انا ذاك النهار تنتصنت وسمعته قال على الدكتور هذا على البشره الخرطال والسالمية والدقيق وهذاك سميتو الطل الأخضر و إيه السالمية والخزامة ولا واخا شنو قال؟ أربعة الحاجات وأنا ما جربتهم، ولكن ما عرفتش واش السالمية نحطها في الحليب فاش يكون كيغلى. علاش بغيتي هاد الوصفة؟ البشرة عندي فيها بقع سوداء وحساسة، بشرة حساسة وبقع سوداء. دكتور هيمات، نعم، فقلنا احنا ان الخرطال والسلمية والطيل الاخضر كنخويو عليهم الحليب اللي كيكون سخون، هادي هي الوصفة. اذا نعاود الوصفة، غادي ناخذ الخرطال السلمية والطيل الاخضر، معلقة صغيرة من كل مكون، ونزيد عليها واحد الخمسة ديال المعالق كبار ديال الحليب اللي غيكون دافي او سخون، نخلطوهم نديروهم ماسك مدة ديال 40 دقيقة ونغسلوه ثلاثة ديال المرات في الأسبوع. ما كانش معاهم حتى الخيار دكتور عماد؟ على حسب الوصل، لا كانت غير الخرطال والسالمية والطيل الأخضر. وغادي نديروا واحد الماسك مدة ديال 40 دقيقة ونغسلوه، العملية نديروا ثلاثة ديال المرات في الأسبوع، نداوموا عليها من 3 شهور للفوق، يعني فوق ما اقتضى الحال أننا نستعملوا هذه الوصفة، هذه ماشي مشكل. تهلا في راسك بديعة، تحية كبيرة لكم. ممكن عندنا ايضا اسئله على الكلف والبقع في البشره، عندنا فاتين ولينا سهام ريان زياد ام امين كذلك زينب رانيا اللي كيسولوك دكتور عماد على مشاكل ديال سواد سميرار البشره، مشكل الكلف، البقع السوداء، كذلك زينب اللي كتسولك على وصفه للسواد تحت العينين وكطلب منك وصفه بالزيوت الطبيعيه، هناك ايضا اسئله على الوصفه ديال الخرقوم البلدي واليوغورت واش مزيانه للوجه والخرقوم البلدي والعسل طبيعي. ايضا هناك اخت اللي كتسولك على هذه الوصفه اللي كتستعمل ايضا فيها الخرقوم البلدي والياغورت والخيار. نبداو بهذه الوصفه اللي هي من انجح الوصفات ديالك دكتور عماد اللي جربوها الكثير من الاخوات المستمعات ولقاو بالفضل ديالها واحد النتيجه رائعه، لانه البشره فعلا بيضت وبدات
كتمشي ديك البقع السوداء، وكاينه واحد الاخت اللي قالت لك استعملتها 4 شهور فعلا الوجه ديالها نقصت منه كثير هذيك الاثار ديال الكلف، ولكن مازال هناك بعض البقع. قالت لك واش ما فيها باس الا بقات مداومه عليها مده اخرى، ولا تنصحها انها تعوضها وتبدلها بوصفه اخرى جديده؟ نعم، فشكرا على هذا السؤال لان فكرتيني في واحد المساله اختي سناء. واحد المساله اللي ضحكتني واحد شويه، شنو هي؟ ان عندي واحد الاخوات اللي كيتصلوا بيا فين؟ كاينين في اوروبا. ردوا البال، راه ملي كتمشيو السوبر مارشي تشريو ديك العطريه راه كيكونوا كاتبين فيها كركوما كبيره. اذا الا قلنا كركوما راه هذيك العطريه كتكون مخلطه بمواد اخرى، حيت ماشي وحده ماشي جوج ماشي ثلاثه اللي داروا هذه الوصفه ودارت لهم، بقات كتحرق لهم وجههم، يعني كيحسوا بواحد السخونيه في الوجه. فهذيك الماده اللي كتباع كبهار يعني كينسموا به الماكله، فهذيك واخا كتكون فيها كركما كيكونوا مواد مضافه لها. اذا الخرقوم البلدي اللي كنهضر عليه، الكركم اللي كنهضر عليه، الكركما اللي كنهضر عليه، هو ذاك الخرقوم اللي كيكون عرق طبيعي وكنطحنوه على يدينا. اذا الا ما لقيتوش مثلا في السوبر مارشيات فاي بلاصه او اي مدينه اوروبيه راه كيكون واحد البلاصه كيكونوا فيها العرب كيبيعوا الامور ديالهم والتوابل ديالهم، وكذلك كاين حتى التوابل المغربيه. فخذوا هذاك الخرقوم البلدي اللي مطحون، الكركم اللي مطحون، الكركما اللي مطحون. فهذه كانت بين قوسين. نعم الوصفه الا شحال ما استعملناها واخا نستعملوها حتى يوميا ما غاديش تضر لينا البشره ديالنا. علاش؟ لان الكركما مصفي البشره، الكركما كينقي البشره، الكركما هو كيتعتبر من مضادات السرطان القويه خاصه بالنسبه للبشره ديالنا. غير هو الا بغينا نستعملوه قلنا كنستعملوا الكركما طبيعي، الياغورت الطبيعي حتى هو نحاولوا اننا ما امكن نلقاو ياغورت طبيعي، ما لقيناش نحاولوا نعوضوه مثلا بالجبن، نحاولوا نعوضوه بمواد اللي كتكون طبيعيه مثلا اللبن ماشي مشكل، او نص خيارة. إذا الوصفة غتكون معلقة صغيرة ديال الخرقوم بلدي مطحون أو الكركما مطحون أو الكركم مطحون، فهذه كلها نفس الأسماء كيتسمى بها، 3 حتى 4 المعالق كبار ديال الياغورت الطبيعي، ونص خيارة محكوكة بالقشور ديالها، كنخلطوها مزيان، كنوضعوها كماسك على البشرة ديالنا مدة ديال ساعة إلا ربع، وكنغسلوها. العملية كنديروها 3 مرات في الأسبوع وكنبقاو مداومين عليها. أنا غنقول لكم داوموا عليها دائما لأنها جد مفيده وكتعطي واحد الفعاليه كبيره للبشره ديالنا وكتبقى ديما محافظه على البشره ديالنا. بالنسبه للسيدات اللي كيسولوا على الكلف والبقع السوداء، اذا هذه الوصفه ديال الخرقوم اللي قدمتي لنا الان هي اللي غادي تكون صالحه لهم وغتعطيهم نتيجه. المده المثاليه الفتره 4 شهور 3 شهور؟ 3 شهور غنقولوا حنا شهر ونص الاولاني كتولي كتبان النتيجه، كيبدا كينقص شويه داك الشيء. 3 شهور 4 شهور كينقص بزاف، الا بغيتو تبقاو مكملين عليها ماشي مشكل. وبالنسبه للاخت اللي قالت لنا بغات وصفه غير من الزيوت ما بغاتش دير وصفه فيها هذه المواد الطبيعيه، فكان ما غاديش نلقى احسن من زيت السالميه، الويل فيجيتال دو سوج. السالميه هي لا سوج نعم، الزيت الطبيعي ديال السالميه وزيت الطبيعي ديال البرتقال. اذا الزيت الطبيعي ديال السالميه معلقه كبيره، معلقه صغيره من الزيت ديال البرتقال، وغادي تولي اختي كدهني بها من الليل الليل البشره ديالك وتباتي بها وتبقاي مداومه عليها دائما. وهي طلباتها بالخصوص لسواد العينين. نعم. زينب، اذا غتصلح لها؟ غادي تصلح لها وديرها حول العين ماشي مشكل، وكدار حتى للبشره. نعم. على ذكر الحريق ديال النبوله، كان عندنا سؤال توصلت به على الصفحه على واحد الاخت اللي كتسولك. نعم. على حريق نبوله او ملي كتدخل للمرحاض كيجيها الحريق. نعم. انا اللي كنطلب منك واللي كنقترح عليك وكنت باغا نقولها لك، نقولها لك وحنا دائما مباشره، هذا الموضوع موضوع اللي كيرجع بزاف، يا ريت نخصوا له حلقه نهار الاثنين ان شاء الله، ويكون موضوعنا حول كل مشاكل تعفنات ديال الجهاز البولي عند السيدات. نعم. وكاينين سيدات اللي هذا المشكل ملي كيتصابوا به كيبقى مزمن، كيوليو عايشين به من البرد للبرد، كيجيهم حرق نبوله او حرق البوله حاشاكم يعني ما. نعم. فيها عيب. نعم. هذا الشيء السيدات كيعرفوه، حنا مادام في مجله المراه والاسره على راديو اصوات. أكيد. فغادي نشوفوا شنو هي الوصفه الطبيعيه اللي كيتستعمل، الطريقه ديال النظافه واحسن طرق التنظيف. والسيده كانت كتقول لي كتبات لي وباغاني نبلغ لك انها كتستعمل صابون الحجره فقط للتنظيف، واش تشجعها ولا ما تشجعهاش؟ نعم، فصابون الحجره لان هنالك مواد خاصه للتنظيف،
لانه كتكون درجه الحموضه طالعه فيه بزاف، وكيمكن تاثر على داك على داك الجهه اللي كتكون شويه حساسه. نعم، هذا الموضوع حنا غنتطرقوا له تفاصيل اكثر، غادي نتابعوها فيه ان شاء الله في الحصه ديال نهار الاثنين. بديعه، صباح الخير، مرحبا بك على راديو اصوات اخت بديعه، وناخذ سؤالك باختصار لانه تبارك الله اسئله كثيره، والله يوفقنا نوفيكم حقكم يا رب. واخا اختي شكرا، الله يسهل عليك. بغيت سؤال واحد للدكتور عماد الا جات على خاطرك. مرحبا، حنا في الانشاد.